متابعي ومتابعات قناة شوف تي في، أهلا وسهلا بكم معنا في البث المباشر هنا من مدينة أسفي. أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 54 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة 10 من صباح يومه الخميس، يرتفع العدد الإجمالي للحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 1431 حالة. وأضافت الوزارة على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا كوفيد ماروك أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 5423، وبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن 114 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 105. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 54 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة 10 من صباح يومه الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 1431. وأضافت الوزارة على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا كوفيد ماروك أن عدد الحالات المستبعدة بعد التحليل المخبري السلبي بلغ 5423، وبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن 114 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الوفاة 105. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. إذن متابعي ومتابعات قناة شوف تي في، اليوم وصلنا ل 1431 حالة، سجلنا 54 حالة جديدة لحدود هذا الصباح هذا. الحمد لله تماثلوا للشفاء 114 حالة من إجمالي المصابين في المغرب، فيما انتقلوا إلى رحمة الله 105 مصابين. إذن الإخوان الأرقام هانتوما كتسمعوها، الناس اللي ما دارينش الحجر الصحي يديروها الإخوان، قلوا من الخروج، قلوا من التواجد ديالكم في الأماكن العمومية، السواق، السويقات، تفادوا الإخوان الزحام، تفادوا الإخوان الزحام، تفادوا الإخوان الدنيا اللي عامرة. اليوم راه وصلنا ل 1431، يا إخوان الحالة، ردوا البال الإخوان غيوصلوا. إلى هنا متابعي ومتابعات قناة شوف تي في، نستودعكم الله ودمتم في رعاية الله. تفادوا الاخوان تجمعات الاخوان، تفادوا اي بلاصه فيها العام دنيا عامره الاخوان، تفادوا الاخوان، تفادوا الاخوان دنيا عامره، تفادوها، تفادوا الخروج الاخوان لو ماكسيموم بوسيبل من ديوركم، تفادوا الاخوان لو ماكسيموم بوسيبل الخروج من ديوركم.